هذه قراءة موجزة في عناوين الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية، وبدايتها من فرنسا، حيث اهتمت صحيفة لوفيغاهو بإعادة فتح مطار أوغلي الباريزي بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق الذي فرضه تفشي وباء فيروس كورونا. ففي مقال تحت عنوان أوغلي يعيد فتح أبوابه في خضم الركود الجوي، أبرزت اليومية أن إعادة فتح الحدود ستسمح باستئناف الرحلات تدريجيا، لكن المطارات ستظل تعاني من ضعف حركة السفر. صحيفة ذا تايمز البريطانية نقلت عن كبير الأطباء البريطانيين كريس ويتي قوله إن فيروس كورونا سيعود للظهور من جديد في حال عدم تمتع الناس بفصل الصيف على نحو مسؤول، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية بأن حالات الإصابة بالعدوى توقفت عن الانخفاض. ونقرأ على يومية الجورنال الإيطالية أن السلطات الصحية للبلاد قلقة إزاء التطورات الأخيرة بعد ظهور بؤر جديدة للوباء في مناطق كانت خالية من الإصابات حتى الآن، حيث تخشى من موجة جديدة بعد رفع تدابير العزل وتراخي البعض في الالتزام بالتوصيات الداعية إلى توخي الحذر والالتزام بالقواعد الوقائية. صحيفة نويا أسنابغوكا تسايتونغ الألمانية علقت من جانبها على إعلان شركة وايركارد الألمانية للخدمات المالية أمس الخميس عن التقدم بطلب لإشهار الإفلاس بعد الكشف عن فجوة مالية قيمتها 2.1 مليار دولار في حساباتها، مشيرة إلى أن شركة خدمات الدفع الرقمي هاته تسير نحو سقوط سريع وعميق القرار. وفي سويسرا تطرقت لوتون للذكرى 75 لصدور ميثاق الأمم المتحدة في الوقت الذي تطرح فيه تساؤلات شتى حول هيكلة المنظمة والتعاون الدولي من قبل بعض الدول،